البلديتي دفون ورمحالة ودعا إلى وقف الاستثمار السياسي لملف المهجرين. أكد رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن ما يحتاجه الجبل حاليا هو احتياجات كبيرة من بنى تحتية وسبل للعيش لتمكين العائدين ومن يرغب بالعودة إلى القرى والبلدات من البقاء فيها، لافتا إلى أن ما تحتاجه هذه البلدات تحتاجه بلدات أخرى في كل لبنان لم تهجر أيضا. احتياجات قرى الجبل ولا سيما في منطقة علينا أشار الدكتور جعجع مع وفد يمثل بلدتي دفون ورمحالة مشددا على أن هناك عملا يوميا للاهتمام بأوضاع الجبل. في كتار عم من وقت للتاني هيك بيحكوا بموضوع الجبل، الاستثمار هالموضوع مش للشغل فيه، نحن عم نشتغل موضوع الجبل، ما بنحكي فيه بنشتغل فيه. بالوقت الحاضر اللي محطوط على نار كتير حامية هو عودة أو ترتيب أوضاع كفر متى وبريح، وإذا الله راد الاعتمادات عم يتفتش على اعتمادات من هون من هون بالزوايا بهالأوضاع الصعبة اللي تعرف الوضع الاقتصادي كيفه بالبلد فيه ووضع الخزينة اللبنانية، بس برضو عم يتفتش عن اعتمادات مشان تأمين كل المطلوب لإجراء المصالحات لإتمام المصالحات يلي صارت ولإعادة الأعمار بكفر متى وبريح. واللي بعده باقي بعيد عن ضيعته يا لأنه في بعض البنى التحتية بعدها مش كاملة مثل ما هي بتضيع غير مهجرة يعني بكل مناطق لبنان، يا أنه هو ما بده يرجع. فإذا ما بقى فيها نحكي عن مشكلة مهجرين حقيقية، فيها نحكي عن احتياجات كبيرة للجبل من بعد كل شيء حصل فيه لتأمين احتياجات الناس تيقدروا يرجعوا على الجبل. هلأ للأسف في كتار بيستعملوا كلمة مهجرين وبيضربوا هيك على وتر حساس لاستثمارها بالمجال السياسي بالوقت يلا ما شفناهن عملوا أي شيء فعلي مشان المهجرين أو ما جربوا يعملوا شيء فعلي للمهجرين. حد عمل مؤتمر للمهجرين، هذا كان مؤتمر على حساب المهاجرين. الوفد شكر الدكتور جعجع على اهتمامه بأوضاع رمحالة ودفون وكل ما يقوم به من أجل ترسيخ أبناء الجبل بقراهم صيفا وشتاء. نتابع الأخبار بعد الفاصل.